مع القصف الروسي يتعين على ألينا المساعدة في دفن جيرانها وأفراد أسرتها، فعدد الضحايا المدنيين في مدينة ماريوبول أعلى مما هو متوقع. أمل أن يتوقفوا عن القصف، إنه أمر مخيف للغاية. نستمر في دفنهم ونواصل على هذا المنوال. على الرغم من الصعوبات الشديدة، استمر سكان المدينة في مساعدة بعضهم بعضا، وكذلك قدموا المساعدة إلى الفئات الضعيفة والأكثر ضعفا. عندما بدأ القتال قررت أن أخذ الحيوانات معي لأنه كان لابد من إنقاذها. أخذت علفها وأحضرتها إلى منزلي. حاولت أن أنقذ كل ما يمكنني إنقاذه. هنا أدى القصف إلى نفاذ الغذاء وتضررت شبكات المياه. المساعدات الإنسانية شحيحة ومن الصعب الدخول إلى المدينة أو الخروج منها، كما يتعذر الوصول إلى العديد من الطرق بسبب الألغام والمعدات العسكرية المحترقة. الجو رطب في القبو، ونخرج إلى هنا أملا في ألا يقصفونا. انظروا كم عدد الجثث التي دفنها حول المبنى. أولغا خائفة من القصف، تحتمي مع ابنتها وحفيدتها في قبو بارد في مبنى سكني يعود إلى الحقبة السوفيتية. لا يمكن قول أي شيء. عملت كمديرة شركة أدوية، كرئيسة عمال، عشت بشكل جيد. كان لدي شقة من 3 غرف نوم وكراج، وها نحن هنا. لقد تركنا للتو كل شيء. لا تزال الحياة تحاول أن تبقى في شوارع ماريوبول رغم أن الحرب مزقتها، حرب كلما طالت يضعف الأمل في تجاوز هذه الكارثة الإنسانية.